صباح الخير عليك يا عبد الصمد. والحقيقة يعني ربنا يجعل كل أيامنا أعياد، كل سنة وكل المصريين بخير. يعني أيام الأعياد مستمرة مع كل المصريين، والنهاردة إخواتنا المسيحيين بيحتفلوا بأحد السعف، وده الحد السابع من الصوم الكبير واللي معروف بأحد الشعنين، وهو كمان الأحد الأخير قبل عيد الفصح أو القيامة. كل سنة وكل مسيحيين مصر بخير وصحة وسلامة دايما، ويعني عاملين حالة كده من البهجة والفرحة في كل الكنائس وحوالين الكنائس في الشوارع، لأنه الناس بتبقى واقفة بتبيع سعف النقل على كل الأشكال، قلوب وتيجان وصليب، وده كله بيخلي الأجواء مليانة فرحة وبيكمل فرحتنا كلنا. أجواء فرحة وأجواء سعادة وبهجة، ويمكن في مصر بس اللي بنشوف رمضان وحد السعف، المصريين كلهم بيحتفلوا. فكل سنة وكل المصريين بألف خير، بألف صحة، بألف سلامة. طبعا النهاردة بيمثل ذكرى دخول السيد المسيح لمدينة القدس، دخوله لمدينة القدس واستقبال الأهالي ليه بالسعف والزيتون وأعواد القمح كمان، علشان كده اسمه أحد السعف. بصراحة بقى مفيش حد يعني بيحتفل بهذا الشكل الكبير من أجواء الفرحة والأخوة اللي احنا بنشوفها في كل مكان غير المصريين، المصريين وبس. محدش بيتشارك في الطقوس كده غير الشعب المصري، ومحدش بياكل طعمية وبطاطس ومعهم قطايف وكنافة غير البيوت المصرية. يعني دي حالة مصرية فريدة. رمضان في مصر حاجة تانية فعلا. صحيح. مصر في الأعياد حاجة تانية كمان. صحيح يا عبد الصمد. والحقيقة انه كمان السنة دي يعني رمضان بيتزامن مع الصوم الكبير، والنهاردة في أحد سعف يعني هتلاقي شوارع فيها زينة رمضان وجنبها زينة السعف، ولسه بعد كام يوم كمان هيكون عيد الفصح اللي هيجي وراه كمان بإذن الله عيد الفطر المبارك. كل سنة وكل أيامنا خير وبركة وصحة وسعادة دايما يا رب. يا رب اللهم أمين. يعني زي ما قلت لكم، ده اللي بيخلي كل حاجة في مصر حلوة، كل حاجة في مصر ليها طعم مختلف، كل حاجة في مصر مبهجة. يعني ربنا يتقبل الصيام والصلوات والدعوات من الكل، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد، يجعل أيامنا كلها فرح. وكل سنة وكل المصريين بخير. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.